السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحكم شاب شو مسوين معكم أحمد وشونكس بونك. دقيقة بطلب فيلم كيف لنصوت الطالع. ممتاز، كيف حالكم؟ مقطع جديد. المقطع اليوم شيء أسطوري، لأول مرة عربي يجيب أول 40 كيلز سولو سكواد. إي نعم، 40 كيلز، 4-0 جنب بعض. بخليكم الآن مع المقطع، لكن قبله في فكرة أنا شغال عليها وأحتاج مساعدتكم. راح استعرض لكم كذا لقطة بسيطة كذا قصيرة جدا، فيها فكرة ناوي أبداها في القناة وسلسلة جديدة. أتمنى أنك تفهم فكرتها كيف. كل اللي عليك إذا عندك نفس هذه اللقطات ترسلها على الحساب اللي بحطه تحت لك في الوصف، وأهم شيء يكون الرابط واضح أو رابط يوتيوب، سواء مدة 10 ثواني، سواء مدة ثانية واحدة، سواء مدة 30 ثانية. تفهم الفكرة إن شاء الله الآن. وقبل أخليكم مع المقطع يا أخوان، ترى أقسم بالله هزلت يا أخوان، والله العظيم ما ابغى استعمله معاكم، الله يرحم لي والديكم، والله العظيم ما ابغى استعمله، والله يتكلم صدق. تسمع ولا ما تسمع؟ شوف 14 يوم، كل 14 يوم في حاجه هنا تتغير. وشي العيال الذين يشيلون كود الايتم منك يقولون لا 14 يوم يكفي بعدين نشيله منك، مو كيفكم انتم. شو تسوون يا الاساطير المسطره؟ ها شو تسوون؟ تشيك، تدخل تشيك، والله كود ابو بونك ترى بيجيب هذا كود ابو بونجي. نعم، تروح الكود وتحط اس اكس بي عشان تصير ممتاز. ثلاثة حروف يا عزيزي المشاهد، ثلاثة حروف، مو بلازم تشتري، فقط تحطها عشان اتحمس انا واقول يس حطوه الاساطير. واصلي ركعتين شكرا وادعي لكم. شكرا لكم، اتمنى اني ما طولت عليكم. اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك، تشترك اذا ما انت مشترك، ولا ترى برضو هذا. عموما هو الكريم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. ترى التنبيهات برضو تنزون. مع السلامه. إنهم مربى لذيذ وجيد. تفكير الواحد لازم يفكر، لازم يفكر، لازم يشغل عقله. بلا صياح أرجوك، بلا صياح. What am I gonna do? Seconds later. يا العين محظ الزق كسر علينا برقصه. لا يا كلب، لا يا كلب، لا يا كلب. You know what time it is? Disco time. ترجمة
بيت اللي قضيه بيتي ما حد يجيني. أغلب الأفكار السيئة تجي من صديق السوء. أنا كم مرة أنصح وأعيد وأقول صديق السوء هو اللي سوي ذكي طيرك ابدا تفك بالاناس هذه بليد فكها 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 والله ما اقدر والله يا عاد فكها يا كلب دحمي يا عاد ما اقدر والله والله دحمي دحمي يا كلب لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم عدنا والعود احمد الان من الجيم بلاي طبعا قبل اخليكم مع المقطع بنوه على شيء ترى اذا كان في مشكله في الجودات اعرف انها مو منك ولا مني احتمال انها تكون من الشخص نفسه لان الجوده كانت شويه تعبانه لكن باذن الله يكون المقطع واضح وتسمعون معنا ننطلق نزل تلتد كالعاده اي كلز عالي يجيك من تلتد اي كلز عالي غالبا انه من تلتد هنا عندنا الشخص جايب 40 كلز نشوف ال 40 انصرف منه واحد شت والله يمكن يكون اكثر كلام ذا في الجيم يا الله يستر لا يكون الناس قاعدة تتزرف قدامك كان يمكن يجيب أكثر من 40 يعني نشوف مع بعض ينزل تحت يبغى يلعب قاعد طق ونطاقك هنا في اثنين يطقون يا رب حد ينزل تكفى لا تنزل تكفى راح الأول راح الثاني يا سلام عليك يا طرف في واحد بعد زيادة في البيت بداية جميلة بداية جميلة وعنده ضغط ابدأ الراسة يا رجال في واحد فوقه بعد من الصندوق تو افتحه ان شاء الله شلدات طالع خلط يا سلام عليك 6 كيلز ولا كم 5 حلو خليها 6 يلا مره ثانيه تطلق بهانتنج رايفل زين ما عنده ولا طلقه بومب الان قدامه واحد يا عمري هذا هو البومب وصل عندك اثنين يطقون قدامك الحق عليهم يا رجل ايوه حلو الايم باقي انتظارك نبغى نشوف الايم اغلب الكلز العالي يجيك من الايم ثاني اذا ايمك جبار اعرف انك بتجيب كلز ما ابغى بنايه ابغى ايم لانك ما راح تطولها مع الشخص هيد شوت وخلاص ودي الملاعب في هذا اوكي هيد شوت 38 عنده واحد هنا ورا الباب على طول يا عمري احمو مات عشان كذا اقول هيد شوت اصفق امه هيد خله يرخي صح هو اللي بيعطيك الوقت تحتاج انك ما تطول الفايتات اذا تبي تجيب كلز زي هذا مثلا حاطه كذا 170 اكس احمر اكس احمر ثاني يا ابن المبنك تعال حلو يعني تلتت 13 كلز وباقي 47 واحد ضده اتوقع باقي في تلتد احد شكله بيطلع الله شكله اخر طيب وصل الان لوت ليك تلتد طلع منها ب 13 كلز واحد يطير بلونه مجنون قدامه راح فوق مره المجنون ايوه بشوا عليه بشوا عليه عطى دمج ياش يا سلام فك شيلد واحد فك شيلد الثاني ودمجه هذا وين شوت حرفيا لا يطولها لا يطولها دائما نقول لا يطولها يا رجال دخلنا على واحد فايت في واحد يسوي سبام من بعيد زين نزل ما معه بلاك صح عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا صوت الهيد كيف ويطرد يروح يكلز اهم شيء اشوى بلايدر يا عمري يا عمري اخر واحد وخله يدور اهله يا اسطوره يا اسطوره شتقن ذهبي 17 وباقي 37 ايوه قدامه في سكواد قاعدين يلعبون المجانين شوف واحد ماسك منجنيق وواحد يمشي مع كوره روح يا رجال سواحات يبغى يقومه لا مو كيفك اوه
3 يا ويلي يا الحدات يا ساتر الحمد لله ما مع اخوك هذاك لقمه اي باقي واحد جنب برا هذا كان عند المنجنيقات شكله او ايوه هذا مأيم هذا مأيم يخوف الشدقان الجديد اللي معاه يخوف دامج واحد منه يضيع كل شيلدك 110 على طول طالع يا عمري ايدت يا سلام عليك 21 وباقي 33 يا سلام عليك عنده واحد قدامه اي والله سوح معاه ار بي جي يلا حلها سوح تيفو تعال تيفو خايس تعال الله يعينك على ار بي جي عاد هذا من يفكه شكل الحاله سولو سكواد يا رجال لا والله معاه خيار القم يا سواح سكار جولد يا ولد ايوه طلع الناس فوق الجبل شكلهم اخوي السواح ايوه اعطى دمج طريقتين حلوه دخل اول فايت بنايه يلا بسم الله نبدا اول فايت بنايه ما يطمن الهاي عند هذاك خذ الهاي منه شوف اخويهم شوف كيف يسوي سبام النوب اللي تحت احي الزبنة والله الزبنة تكفى لا يطلقون ديم اي والله الحقوه لا يا عمري خلال هاي بس انه مدمج مرة شو كيف قاعدين يكسرون دراسة مبنك صعب بنايتك يا سلام عليك فنش يا عمري بقى ضد اثنين هذا واحد ضرب واحد اي والله ضد واحد يا رجال فل الوضع حلو وموارده زي السكر ذابح 25 ضد 21 طيب في سكواد قاعد يطب عليه شيل الاول لا ما يشيله هاي عندك لقطني وحش يا عمري الليزر يا عمري الايم لا ايوه ما حبك الغدره سكوادين شكلهم لقطهم اسطوره يا عمري يا ايمك ايم يا طرب اذا قالوا لك طرب هذا الطرب الزون جاي تكفى انا شايل هم بس احد يموت بالزون والله غبنا اذا احد مات بالزون صدق خفني لان الان ما شفت اي كلز انزرف غير اللي تلتت افقع هيل وروق شك واحد ايزي والله ايزي تنتي ما حبيته مرة هذا وين شوت حرفيا ايزي والله بعد اعطى هد خليه يودع الملعب على طول فنش رده واحد اخر واحد سكواد هذا ضده هدد سريع يا سلام انا شفيني متحمس والله ممكن اني العب احين بنك والله مبنك كيف تعرف ان مبنك يطلعك من البنايه وانت ماسكها اعرف ان مبنك زي ما صار الهرم احي الهد يا ساتر هدات تمشي بس السلام عليكم طع ذابح 29 وضد 11 وهذول اثنين قدامه لازم يذبح كل اللي بالجيم اذا بيجيب الـ40 يا سلام باقي 9 برضو 9 كلهم لازم ما يضيع منهم ولا واحد يا اخي الجميل في الموضوع انهم جنب بعض شوف سبحان الله هذول اثنين من سكواد ثاني وهذول اثنين من سكواد ثاني يبغاله ترى والله الكرز العالي يبغاله برضو حظ يبغاله لعب وحظ ما ينفع اللعب لحاله فقط اذا انت فنان على عيني وراسي بس اذا حظك زباله جي والله جي يبغاله واحد يحرق 24 ساعه سولو سكواد لين ما يجي الجيم المنتظر يا عمري لعب فيهم حاسهم حوس ما طلق الشت قال ليش يا سلام عليه شالهم 34 وباقي 6 يضيع واحد تروح الـ40 الحق ما تلحق اركض ما تركض انا ودي انه كان مطلع صوته اسمع ايش يقول
بس للأسف معرق معرق هذا صوته مكتوم. أيوة عنده طق هنا. الظهر نواح في الحالة. أي والله إن الحالة حلو حلو يا 220. لا تطولها معاه. لا تطو أنت الآن تحتاج كل ثانية. في سكواد يطلق فوق الجبل. أركض أركض يا ذا الحلال أركض. هنا سكواد واحد طلق عليك سنايبر من ورا. أوكي عندك وقت لازم تروح بسرعة قبل لا يبوشون السكواد اللي ورا. يا سلام هذا له دمج حلو قاعد يصب طلقات تخفى. مدري شيني عرقت معاه حتى انا يوم مش... اوه طبوا سكواد الاخير يا اسطورة. فنش ابوه اخر واحد اخر واحد. شوف شوف بدا اللعب الوسخ. لا 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 اسفق امه هذا ما ايه لوق. اقسم بالله اصفق والله متعة والله العظيم متعة. هذول الناس اللي تستمتع معاهم 40 كيلز اول عربي يجيب الأربعين صراحة متعة في قمة المتعة والله شكرا. الشخص هذا بتقول قناته تحت الديسكريبشن اتمنى ما تقصروا معاه روحوا اشتركوا قناته انسان مبدع جدا. اتوقع ان الى هنا خلصنا. اتمنى من كذا عجبك المقطع اعطينا لايك تشترك باذن الله. هذه راح تكون سلسلة زي ما قلت لكم متواصلة. عندك مقطع جلد سولو سكواد عندك كلز عالي ارسالي في تويتر راح يكون في برضو عندنا توب 10 زي ما شفتوا قبل نزلنا الافضل 10 لاعبين سولو سكواد ننزل بعد عندنا ان شاء الله كل اسبوع نحاول ننزلنا من ذي الحلقات. شكرا لكم اتمنى الاشتراك اذا ودك لايك برضو اذا ودك كومنت اذا ودك ما اغصب احد. حياك الله عزيزي المشاهد شكرا في امان الكريم صلوا على نبينا محمد ها مرة ثانية.